أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أو هذه إيش؟ للشك، للتخيير، هي عاطفة من حروف العطف، لكن معناها معاني أو كما هو معروف خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك، هل هي للشك؟ لا، للتخيير، ليست للتخيير. استدراك يعني هل في إضراب عن المثل السابق؟ هل نقول إنها بمعنى بل يعني إضراب عن المثل السابق؟ للتقسيم، ألا تأتي للتخيير؟ يعني إن شئت فاضرب لهم المثل الأول وإن شئت فاضرب لهم المثل الثاني. قيل بهذا، قيل بهذا، قيل إنها للتخيير وقيل للتقسيم. قسم منهم كمثل الذي استوقد نارا، وقسم آخر كصيب من السماء إلى آخره، فهي للتقسيم. وهذا يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وجمع من أهل التحقيق، لأن المنافقين ليسوا على مرتبة واحدة، فهم مراتب، فالمنافقون على مراتب وأقسام، كما أن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم، والكفار أيضا مختلفون في أديانهم.